وادي كلامنا على الالتزام وادي الالتزام، يعني هنشوف كل الحاجات دي. انا لو مدير فني هجيبه، تعال تتكلم الالتزام ليه؟ ليه توتر نفسك وتوتر الكلام ده كله اهو؟ يعني طبعا انت هتروح تلعب مع تشاد تعال تتكلم الالتزام ليه؟ ليه توتر نفسك وتوتر الكلام ده كله اهو؟ يعني طبعا انت هتروح تلعب مع تشاد.